صباح الفل. قبل بداية كل حلقة بنشوف حاجة من الحاجات اللي حصلت زمان قوي في بدايات القصر للناس اللي كانوا عايشين فيه، يعني ممكن نقول أجدادهم. بنشوف واحدة ست شكلها كده من اللي شغالين في القصر ومعاها بيبي صغير، خايفة جدا ومرعوبة، وبتاخده وبتحاول تجري بيه من القصر وتهرب بعيد، مش عارفين هي عايزة تهرب ليه ومن مين. بنشوف كمان واحد بيجري وراها وهي عايزة تجري منه بأي طريقة، وفجأة بتلاقي قدامها الراجل ده. مين هو؟ لسه مش عارفين. بيمو طبعا بعد ما ورث القصر جاب بقى شنطته وكل هدومه، هيبدأ يحط حاجته في الدواليب علشان خلاص قرر انه يعيش فيه، ما هو ملهوش اي مكان تاني يعيش فيه. بيبتدي يرص هدومه في الدواليب وبيبتدي بقى يستعد ان هو ينام. بيقفل الشباك كويس قوي، هو طبعا مكان جديد عليه واول مرة يبات فيه، وبيبتدي بقى خلاص بيروح في النوم. وفجأة بيقوم مخضوض على صوت حاجة بتتكسر، ما يعرفش ايه اللي بيتكسر ده، وشوية كمان والشباك يتفتح لوحده. بيقوم مخضوض برضه وبيقفله، بيبص يلاقي الساعة واقفة على الساعة 3. طب هي واقفة ليه؟ بنشوف بعد كده كاراكيري وهو ماشي بالعربية بتاعته، ما هو شغال سواق، بتوقفه واحدة ست شكلها غريب قوي، وبيقف وبياخدها وبتقول له عايزه تروح فين بقى؟ قصر طاب شاهزاد. بيقول لها انا ما اعرفش القصر ده خالص، عمري ما سمعت عنه. فبتقول له امشي وانا اوريه لك. المهم ان هو بتركب معاه وبياخدها عشان يروح القصر. فبيقول لها اوصفي لي المكان ووريني امشي ازاي، لان انا عمري ما شفته، وكمان انا لسه جاي هنا من 5 سنين وما اعرفش كل الاماكن. فعلا بيوصلوا للقصر، فبيقول لها ده باين عليه قصر اثري قوي. فبتقول له ده مبني سنه 30. فبيقول لها ما باين عليه. المهم طبعا ان هو خلاص بتوصل، فبتقول له الحساب كام؟ بيقول لها انا لفيت كتير، الحساب 150 جنيه. بتدينه الفلوس، بيبص لها الفلوس شكلها غريب قوي، بيقول 10 20، ايه ده ايه الفلوس الغريبه دي؟ طبعا الفلوس قديمه جدا جدا، ما هي الست اللي ركبت معاه دي هي الست اللي في الصوره اللي جوه القصر. بيمو بيقوم مفزوع من النوم على أصوات تكسير وأصوات حاجات غريبة قوي، وبيقوم خايف ومش عارف ايه اللي بيحصل، وبياخد بعضه ويجري وينزل بسرعة تحت في القصر. في اللحظة دي بيفكر طبعا كاراكيري ان الست دي سرقته وضحكت عليه، فبيدخل بسرعة القصر. الاتنين بيقابلوا بعض وبيتخضوا. بيمو بيقول له انت حرامي، كاراكيري بيقول له انت اللي حرامي، انت دخلت هنا ازاي؟ بيقول له انا لقيت باب القصر مفتوح، انا وصلت ست والست دي دخلت جوه وهي اللي سابت الباب مفتوح. بيقول له مفيش ستات عايشه هنا، انا عايش لوحدي ولسه جاي هنا من امبارح. قال له لا، الست اللي في الصوره دي هي اللي انا وصلتها. قال له الست اللي في الصوره دي مين؟ الست اللي في الصوره دي اصلا مش موجوده وانا ما اعرفهمش. قال له لا، بالاماره كمان كانت لابسه بلوزه لونها روز، الست اللي في الصورة أصلا كانت لابسة أبيض. بيبصوا للصورة فجأة لقوا فعلا البلوزة لونها اتغير وبقت روز. بيترعبوا وبيخافوا أكتر وأكتر، إيه اللي بيحصل ده؟ إزاي الست هدومها اتغيرت جوه الصورة؟ إزاي بقت لون تاني خالص؟ فمهم بيخافوا ومبقوش عارفين يعملوا إيه، وبياخدوا بعض هما الاتنين ويطلعوا يجروا يجروا بكل قوتهم لبره القصر، وهما الاتنين خايفين ومرعوبين مش عارفين إيه اللي بيحصل. كل واحد فيهم فاكر إن التاني حرامي ودي اشتغالة منه علشان يسرقه. كاراكيري بيروح القسم علشان يعمل محضر بسرقة التاكسي، وبعد كده بيقوله ان هو كان بيوصل واحدة ست والست دي ادت له فلوس قديمة، دخل عشان يشوف ايه الفلوس القديمة دي، ما كانش عارف ايه العملة دي، وفجأة طلع ملقاش التاكسي. بيعمل المحضر وبعدين بيقوله لو عرفت مين اللي سرقك او شفت العيال اللي خدوا التاكسي لازم تيجي وتقولي هنا فورا. طبعا كاراكيري ما بيبقاش عارف يعمل ايه، هو عمل البلاغ وخلاص ومش عارف التاكسي هيرجع له ولا لا. خلاص على كده فوض امره لله، لانه مش فاهم اللي بيحصل ده اشتغاله وفي حراميه سرقوه ولا القصر ده مسكون. هو لغايه دلوقتي مش متاكد ان القصر مسكون. بينو خرج يجري من القصر بالبيجامه وراح عند واحد صاحبه اللي كان دايما بيقعد معاه في العين السخنه، على اعتقاد ان هو يعني هيسيبه يعيش عنده في البيت. طبعا ده مش هيحصل. لما طلب منه كمان انه يجيب له هدوم يلبسها بدل البيجامه اللي قاعد بيها دي، جاب له هدوم مش مقاسه خالص، فكان متضايق ومش عايز يلبسها وقعد يتريق عليه. فبيقول له انا عايز اقعد عندك. قال له لا، تقعد عندي ايه، ده انا مسافر السخنه. فطبعا ما بقى مستغرب يعني ازاي صاحبه اللي كان عايش عنده على طول لما كان عنده اوتيل دلوقتي بيبيعه في اول لحظه.
ومتضايق طبعا ومش عارف يعمل ايه. فراكيري بيرجع بيته بعد ما التاكسي اتسرق. قبل ما بيدخل بيبص يلاقي عصام صاحبه وجاره بيناديله، فبيحكي له الحوار وبيقول له ان التاكسي بتاعه اتسرق وهو مش عارف يعمل ايه. بيقول له انت اكيد تعرف، ليك معارف كتير، ارجوك شوف لي حل. عصام بيقول له تمام، اول ما تروح هناك وتشوف العيل اللي هو ده شاكك انه سرقك تكلمني على طول وانا اجيلك. فبيتفق معاه انه هيروح القصر وهيكلمه لما يشوف مين، بينو. طبعا بينو خايف جدا يقعد في القصر، راح لصاحبه وصاحبه ما رحبش بيه، مفيش قدامه دلوقتي غير انه يروح لاخوه. فعلا راح لاخوه كريم الشركه، وايه بالبيجامه. طبعا اخوه استغرب جدا من منظره، بيقول له انت ازاي جاي بالشكل ده، يعني ايه تجيني بالبيجامه؟ فقال له يعني ايه، برتاح فيها، واصلا انا بحب القصر بتاعي قوي ومبسوط، بس حبيت اجي عشان اشوفك لان البيت بتاعنا وحشنا. قال له البيت بتاعنا وحشنا ازاي وانت لسه سايبه امبارح؟ هو طبعا مش عايز يحكي له اي حاجه، حاسس كده ان هو هيشمت فيه. في نفس الوقت كريم متضايق قوي من انه جاي بالبيجامه. بتدخل بعد كده راندا مرات كريم ومعاها سيف ابنها، فبيسلم على سيف، وسيف بيحبه قوي قوي وبيقول له وحشتني وعايزه اشوف البحر. فطبعا كريم بيقول له شفت، بيربط بينك وبين البحر لانه مش بيشوفك غير في البحر. فطبعا راندا بتقول له ان احنا دلوقتي مستعجلين عشان رايحين يعملوا انترفيو في المدرسه لابنهم، وبيقول له احنا ماشيين دلوقتي. فبيقول له مفيش مشكله، انا مش مستعجل، انا ممكن استناك ساعتين. بيقول له لا احنا ماشيين دلوقتي، وبيمشيه برضه. زيزو بيدخل يصحي كراكيري، فبيقول له التيشيرت ده حلو. بيقول له اه حلو، بس انت ما ينفعش تخرج كده، كمل بقيه لبسك. فمهابن بتدخل بعد كده احلامه بتقول له يلا، هو بيفكر ان هي خارجه هي وزيزو، فبيقول له يلا عشان تخرج مع ماما. بتقول له لا انت اللي هتوصلنا، ماما واختي جايين عشان احنا خارجين. فبيقول لها لا وانا اوصلكوا ليه؟ هو طبعا التاكسي مسروق وهو ما قالهاش ان التاكسي اتسرق. فبتقول له ايوه لازم توصلنا. قال لها لا 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 ما يصحش، عشان ما يقروش ان انا عندي تاكسي ومش عارف ايه، انت تروحي تاخدي اوبر وتقولي لهم ان السواق اللي في اوبر ده سواقنا الخصوصي. قالت له لا طبعا انت اللي هتيجي توصلنا. فبيقول لها مش اهلك دول اللي هم رافضين جوازتنا وما جوش زارونا ولا مره؟ فقالت له يجي يزورونا فين؟ يجي يزورونا ويشوفوا احلام بنت العز عايشه العيشه دي وفي المنطقه دي والشقه دي؟ لا طبعا مش هيجوا يزورونا، ويلا عشان توصلني. بيخترع لها اختراعات بقى، يقول لها انا عندي مشوار مهم جدا ورايح في مكان مهم وما ينفعش، مش فاضي ومش هينفع اوصلكوا. هي ما بتبقاش مقتنعه وبتقول له لا لازم توصلنا. في الاخر بيصمم ان هو عنده مشوار مهم جدا ومش فاضي ان هو يوصلها، وبيسيبها تمشي لوحدها. بنشوف اصحاب بينو اللي كانوا عايشين عنده في العين السخنه، وبقاعدين شاربين اكلين نايمين ويتفسحوا كمان على حسابه في الاوتيل، قاعدين طبعا برضو لسه بيصرفوا على حسابه. فبيتصل مسؤول الاوتيل وبيقول له صاحبك جاب حاجات ب30,000 جنيه ومش عايز يدفعهم، وبيقول له ان هم على حسابك. قال له حسابي مين؟ انا ماشي بالبيجامه دلوقتي، انا معيش فلوس خالص. فبيقول له طب خد كلمه. قال له لا انا مش عايز اكلمه. المهم لما بيكلم صاحبه بيقول له انا مش جاي العين سخنه هنا خالص دلوقتي. بيقول له مش مشكله مش مشكله، احنا قاعدين ومستنيينك، تعالى براحتنا. طبعا هم متعودين ان هم يعيشوا على حسابه طول الوقت، لكن هو بيقول لمسؤول الاوتيل بلغ عنه وقول ان هو اشترى حاجات ب30,000 وما دفعهاش، قول انه نصاب. انه اخيرا بدا يحس ان دول ما كانوش اصحابه ولا حاجه، وكلهم كانوا حواليه عشان بس فلوسه. بنشوف بعد كده بقى مين، كاراكيري راح يقف عند القصر عشان هيكلم عصام علشان يجيله ويشوف ايه حكاية التاكسي اللي اتسرق ده، ويفضل واقف واقف مستني. اول ما بينو يجي بيروح ماشي وراه عشان يدخل بسرعة القصر. طبعا هما الاتنين بيشوفوا بعض وبيتخضوا، كل دي بتبقى مواقف في منتهى الكوميديا، كلها ضحك في ضحك، يعني وانتوا بتتفرجوا مش هتبطلوا ضحك بجد. اه خايفين بس ميتين على روحكم الضحك. طبعا بيقول له انت حرامي، يقول له لا انت اللي حرامي، تاكسي سرق هنا، يقول له انا ماليش دعوه، يقول له لا انت اللي سرقته، يقول له انت اللي عامل لي اشتغاله عشان تجيب اصحابك اللصوص يجي يسرقوا القصر. كل واحد فيهم بيتهم التاني ان هو الحرامي. بيجي عصام بقى علشان قال ايه يحقق مع بينو. طبعا كراكيري مفهمه ان ده شخص مهم جدا وانه لازم يسيبه عشان يحقق معاه ويعرف ايه الحكاية بالظبط. فبيقول له وريني اثباتات الشخصية بتاعتك، وريني مش عارف ايه، فين اوراق القصر، بيسأله اسئلة غريبة جدا. المهم ان هو بيقرر وبياخد خطوة ان هو هيدخل القصر علشان يفتش ويدور ويشوف ايه اللي موجود جوه.
وبيتفق معاهم ان هو هيدخل لوحده ومحدش فيهم يدخل معاه. فعلا بيقفوا هما الاتنين بره، اكراكير بيمنع بينه انه يدخل، وبيقعدوا على السلم مستنيينه بره القصر. بيقعدوا بقى ايه ساعات، ساعة ورا ساعة ورا ساعة مفيش. بيجي الليل كمان وبرضو عصام مخرجش، بيروح عليهم نومة، بيناموا، بيصحوا على صوت تليفون مرات كراكير وهي بتتصل بيه. الساعة بقت 2 بعد نص الليل، عصام لسه مخرجش من جوه. طب هو ايه اللي جراله؟ طب راح فين؟ طب كل ده بيدور. بعدين كراكيري بيسأله، بيقول له هو القصر كبير قوي كده، اوضه كتير قوي كده، ازاي ما ظهرش؟ بياخدوا قرار ان هم لازم يدخلوا ويدوروا عليه. طبعا بيقعدوا ينادوا يا عصام يا عصام، ينادوا عليه هم الاتنين في كل مكان، مفيش حد بيرد عليهم. فبيقرروا ان هم يطلعوا يدوروا عليه فوق، وبدأوا يطلعوا السلم. بعد ما بيطلعوا بيتفاجئوا ان هم لسه تحت. يقولوا لبعض احنا مش طلعنا الدور ده؟ يقول اه. وبعد كده كراكيري يقول له هو المهندس اللي عمل الدور الاولاني هو نفسه اللي عمل الدور التاني؟ دول زي بعض بالظبط. المهم ان هما بيفضلوا يطلعوا كذا مره، وكل مره يطلعوا السلم يلاقوا نفسهم برضو تحت. طب ايه اللي بيحصل؟ حاجه غريبه قوي. وبعد كده بينو يقول له طب انا بنهج، انا بنهج يعني طلعت سلم؟ طب انا بنهج ليه؟ طيب يقول له احنا ما طلعناش ولا سلم ولا طلعنا ولا دور، ده كراكيري. هما الاتنين مستغربين ومش فاهمين في ايه، ازاي كل ما يطلعوا يلاقوا نفسهم برضو تحت، في حاجة غريبة قوي بتحصل. خايفين ومرعوبين ومش عارفين يعملوا ايه. المهم ان بيقعد كراكيري يزعقله ويقوله فهمني ايه اللي بيحصل، انا مش فاهم حاجة، واحنا بنطلع ولا بننزل؟ بينو يقوله بص احنا هنقلب الفازة دي، لو طلعنا ولقينا الفازة مقلوبة يبقى احنا كده ما بنطلعش واحنا في نفس الدور، ولو لقيناها معدولة يبقى ده دور تاني. فالمهم ان بيعملوا فعلا الحركة دي وبيقلبوا الفازة وبيطلعوا. فجأة وهو عمال يشرح له بيلاقوا الفازة مقلوبة. ايه ده؟ فبيقولوا مقلوبة كده يعني احنا برضو ما طلعناش. طبعا الموضوع ده بيرعبهم اكتر واكتر، فبياخدوا قرار بينهم وبين بعض ان هم لازم يجروا. فبيقول له بص احنا هنجري بس بالراحة عشان مش عايزين نضايقهم. هم خلاص ايقنوا وتأكدوا ان القصر مسكون، بس الخطوة دلوقتي ان هم لازم يجروا ويطلعوا برا. فبيقول له عصام طب عصام هنسيبه؟ قال له يتفلق. بيجروا فعلا وبيطلعوا بسرعة بسرعة برا القصر، وهم عمالين يجروا يجروا. فجأة بيلاقوا واحد قدامهم ما شافوهوش قبل كده، خضوا ويترعبوا اكتر ويقولوا انت مين؟ طبعا المنظر مرعب جدا، وهو اصلا شكله مرعب وبيخضهم ويرعبهم اكتر ما هو مرعوبين. يا ترى ده واحد بجد ولا زي الست اللي في الصورة اللي طلعت لهم؟